أسمع، هو في حد في حياتك؟ إيه فخر الكلام ده؟ يعني أنا بقول لك كده وأنت تقول لي الكلام ده؟ إزاي؟ أمال مين أيمن اللي دايماً بيتصل بيكي ده؟ هقول لك، بص يا دكتور. ثانية واحدة. إيه ده الله؟ حلوة أوي النضارة دي. حلوة صح؟ حلوة أوي. هنعرف دلوقتي. تعالي بقى نبتدي كلامنا من الأول. معاك. ممكن تعملي لي الكوباية المية دي؟ معلش. طبعا. سيستم ستارتد. شكرا. يلا أنا معاك. عايز تعرف إيه وتسأل عن إيه؟ أوكي. بس أوعديني إن أي سؤال أسأله ما ترديش غير الصدق. يعني حتى لو الإجابة هتضايقني صدقيني أنا هتفهم. أوعدك مش هقول غير الصدق. المتحدث كاذب. مفيش داعي توعديني، يعني خلينا نقول هتحاولي. لا ولا كذبة، أنا أكره مع قلبي الكذب. المتحدث كاذب. يا ستي أنا مش عايزك توعديني. أوكي؟ في إيه فخر؟ أنت اتعصبت عليا كده ليه؟ أنا آسف ما أقصدش. بس أنتِ فعلاً عندك مشاعر كويسة ناحيتي؟ أيوة الحمد لله كويس. سؤال أخير، بس أنا عايزك تجاوبي بمنتهى الصراحة، لا تحاولي تكذبي ولا تحاولي تجملي الحقيقة، تمام؟ أنا متفهم. هو في حد في حياتك؟ لا مفيش ولا الهوى، أنا أصلاً في حالي. المتحدث كاذب. ولا الهوى؟ طيب، أمال مين أيمن ده اللي دايماً بيتصل بيكي؟ إيه علاقتك بيه بالظبط؟ تاني يا فخر، بص يا سيدي هقول لك، إحنا علاقتنا ببعض صداقة، أخوة، عادي يعني. المتحدث كاذب. أسمع أنا مرهق شوية ومحتاج أرتاح، معلش سامحيني أنا. مالك يا فخر؟ في ايه؟ المتحدث متوتر. ايه ده، هو انت قلقتي عليا؟ ايوه طبعا. نحن ايه؟ ايه فخر؟ لا اقصد يعني ان يعني انت فعلا حباني؟ في ايه فخر كل الاسئله دي؟ هو انا في تحقيق؟ المتحدث غاضب. معلش حقك عليا. بس انا فعلا مرهق ومحتاج انام، ما نمتش كويس، ف معلش هكلمك تاني.